السلام عليكم. حسب ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا نبأ وفاة عروسة قبل يوم زفافها بولاية عين تموشند. العروس تدعى لامياً، تبلغ من العمر 23 سنة، وفي لحظة وضعها الحناء وأجواء الفرح والزغاريد حولها، بدون سابق انذار تسقط العروس فجأة من على الكرسي جثة هامدة. وسط صراخ ودهشة الحاضرين، انتقلت لامياً إلى رحمة الله والحنة في يديها. تم أخذها إلى المستشفى، وجاء التقرير الطبي ليوضح سبب الوفاة، وهو سكتة قلبية مفاجئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله وألهم والديها الصبر والسلوان.